كلمات الأناشيد بتاخدوها أكتر من التراث يعني، ولا هي من أشعار تصوف وكده يعني؟ أشعار تصوف متنوعة نعم، في شيء قديم وفي شيء حديث طبعا. مين أكتر المتصوفة اللي خدتوا منهم كان أشعار؟ الشيخ الرواس نعم، الإمام الرواس، أبو الهدى الصيادي، أبو الهدى الصيادي، في ابن الفارض رضي الله عنهم أكيد. فيعني لا، في القديم وفي الحديث حاليا يعني. جميل. طيب اللي احنا الانشوده او الاغنيه اللي احنا افتتحنا بها حلقتنا النهارده، نعم، مولاي. مولاي طبعا مرتبطه مصريه بشكل كبير جدا بالمنشد الراحل طبعا العظيم، نعم، سيد النقشبندي طبعا. انتوا دخلتوا فيها يعني جمل موسيقيه وجمل شعريه احنا مرتبطه برمضان بالضبط، لانه هي طبعا هو لحن عظيم جدا، فنحن بليغ حمدي على فكره، بليغ حمدي نعم. فاللازمه هي نحن عم نخليها زي ما هي، ولكن الكلمات حسب المناسبه يعني. نحن مناسبه رمضان فعملنا لا كانت جميل، مزج كده جميل، فهو عملنا ميكس ما بين ميكس بالضبط، فكلمات عن رمضان. هلا احيانا ممكن نقول فيها كلمات ابتهال الى الله سبحانه وتعالى، فنحن شوي بس شوي غيرنا فيها. لا جميل جميل، لانه هو اصلا اللي بيقوله السيد نقشبندي رحمه الله هو ابتهال، هذا بنسميه نحن الموال، خلينا نقول عنه اللي هو الارتجال. هذا ارتجال، هو السيد نقشبندي رحمه الله ارتجله ارتجال. اللحن الاساسي هو اللي كانت عم تقوله الجوقه اللي الكورال طبعا، الكلمات هذا للشاعر الأساسي الكبير عبد الفتاح مصطفى. نعم. ف الملحن نحن عم زي ما هو، ما غيرنا فيه زي ما هو، بس نحن غيرنا بالابتهال اللي عم يقوله سيدنا نقشبندي رحمه الله، هذا اللي غيرنا نحن فيه، غيرنا بالكلمات، نغير بحسب المناسبه اللي موجوده. اختيار الالات الموسيقيه المصاحبه للفرقه، لاحظت انه في بس الدف والالات اللي هي مش ده اختيار ديني يعني اللي هو تبعا نحن يعني نحن نحكي بشكل سريع، اللي تميزت فيه الفرق السوريه هون يعني انه نحن ما لا تصاحبنا الات موسيقيه، نحن نعتمد فقط على الالات الايقاعيه اللي هي الالات البركشن اللي شايفينها. طبعا احنا استبدلنا عن الالات الموسيقيه جوقة. اصوات الاكابيلا اللي نسميها هي اسمها الاكابيلا، الاصوات الهارموني فهي يعني استبدلت بدل الموسيقى، وهي اجمل صراحه. جميل. يمكن اكيد لو سمعتوا هلا ممكن نعمل بعض الاشياء يكون في تداخل اصوات، فهذا يا ريت نسمع دلوقتي. يا ريت.